السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإفتاء توضح لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. جعل الله سبحانه لمن شاب في الإسلام فضل عظيم، كما في هذا الحديث حيث يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب أي الشعر الأبيض من الرأس واللحية، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه نور المسلم أي وقار المسلم الذي يصير نورا في قبره وفي ظلمات يوم القيامة، ولأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور، وقيل أنه ضياء للمسلم، فينبغي للمؤمن ألا يكره الشيب وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعة الله وحده، ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسوله. فقد جاء النذير، قال بعض السلف في قوله وجاءكم النذير يعني الشيب، والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن الشيب من النذر بقرب الموت، وأن العمر قد بدأ يموت بعضه، فالمؤمن ينتفع بهذا ويحذر ويعد العدة ويجتهد في طاعة الله ورسوله استعدادا لما بعد الموت. شكرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.